الأهلي هو سفير القارة السمراء وبيقوده مدير فني من جنوب إفريقيا، إفريقي ولأول مرة، ولأول مرة في تاريخ النادي الأهلي. طيب إيه المفاجأة الأولانية؟ المفاجأة الأولانية هيكون معانا بيتسو موسيماني في حوار مطول وحوار جميل جدا أمير هشام الحقيقة عامله مع بيتسو موسيماني. خلينا نطلع نشوف هذا الحوار وقد إيه فرحة هذا الرجل وقد إيه إن النادي الأهلي ومجلس إدارته ولجنة التخطيط في النادي الأهلي، كابتن محمود الخطيب، كابتن محسن صالح، كابتن زكريا ناصف، كان ليهم رؤية في وجود هذا الرجل كمدير فني للنادي الأهلي من ساعة ما جه لغاية دلوقتي حدث ولا حرك. فخلينا نطلع نشوف بيتسو موسيماني وفرحة بيتسو موسيماني ونرجع بقى نقول لحضراتكم بقية المفاجآت اللي موجودة معنا. مشاهدي متابعي قناه الاهلي في كل مكان، لقاء هام جدا مع مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي بعد هذا الانجاز الكبير والفوز بالميداليه البرونزيه في بطوله كاس العالم للانديه. برحب طبعا بالدكتور عمرو محب القائم بعمل الترجمه، وبرحب بمستر بيتسو موسيماني وببارك له. شكرا شكرا. بيتكلم على انجاز كبير جدا هو حققه بعد انجاز بطوله دوري ابطال افريقيا وهو الانجاز الاهم، لكن هو بروز بطوله دوري ابطال افريقيا ببرونزية كاس العالم للأندية، وخصوصا ان دي اول مشاركة للجيل الحالي من النادي الاهلي في كاس العالم. Well first we put ourselves in a position to play the World Cup by winning the CAF Champions League and that was important. But when you are here in the Champions League I guess everybody wants to win it. I know it's not easy to win it, and everybody will say you're crazy because you're saying you want to win it. But it is possible. Anything is possible in football. But unfortunately, you can't reach the final when you have easily reached the final, when you have teams like Bayern Munich in the semi-final. So it was difficult for us. Maybe if we went the other route, of the Central of America and Asia, maybe we could have arrived at the final, but we went the route where there's Europe, and we did not succeed because they are a good team, but we have done our best. بيقول حياتك طبعا بيشكرك وبيقول حياتك طبعا عشان نوصل لكاس العالم للانديه كان لازم نكسب بطوله افريقيا في الاول عشان نتاهل ونوصل لكاس العالم للانديه. لما روحنا وصلنا لكاس العالم للانديه كان كل الناس بيسالونا على طموحنا، كنا بنقول طموحنا نكسب حق مشروعنا نكسب اللقب او ننافس على اللقب. طبعا الناس كانت بتقول انت مجنون، بس الجول ده حق مشروع لينا وحاولنا ندافع عنه، وكان ممكن عندنا فرصه نوصل النهائي فعلا لو كان قرعتنا ما وقعتناش في طريق اوروبا، طريق بايرن ميونخ فرقه قويه، ده كنا احنا في اللاج الثاني في الطريق الثاني اللي هو في امريكا اللاتينيه واسيا كان ممكن نوصل النهائي. بس هو بيقول يعني هو راضي عن الاداء على النتيجه، وممكن ان شاء الله البطولات الجايه يبقى فيه نتيجه افضل. عايز اتكلم عن دور جمهور النادي الاهلي بالنسبه له، وبيشوف ازاي تاثير او حجم تاثير جمهور النادي الاهلي في البطوله دي تحديدا، وخصوصا ان الاستقبال كان من المطار والمسانده كانت على مدار المباريات كلها. انطباعه ايه عن شعبيه النادي الاهلي ودور جمهور النادي الاهلي معاه في البطوله دي ومساندته ليه كمان؟ Yeah, I always say that we are 11 players on the pitch and the fans are the 12th player. They give us the motivation, the cheering, and it lifts the spirit of the players up. And it started, of course, at the airport. When you arrived, it gave a message for us to say we have everybody behind us, we can't let them down. And we have the support of Ali, and the spirit of Ali gave us a motivation. And for me personally, it was the first time as the coach of Ali, I've experienced the fans of Ali, you know, so it was beautiful. وبيقول لحياتك طبعا هو دايما بيقول ان جماهير النادي الاهلي هو اللاعب رقم 12 في الفريق. بيقول هو النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي استقبلتنا من المطار من اول دقيقه، هم دايما في ظهرنا وادونا انطباع ادونا حفزوا اللعيبه واستثمروا قواتهم وحسوهم ان هو مش لوحدهم، وكانوا دايما رساله قالوا لنا وقت ما وصلنا المطار احنا وراكم في ظهركم انتوا مش لوحدكم. ودي انا بالنسبه لي اول تجربه ليا مع النادي الاهلي، وحاجه زي كده بالنسبه لي يعني حاجه زي كده انا منبهر من
تواجد الجماهير، واتمنى يكون موجودين معانا على طول في الفتره دي. اول ما تولى مسؤوليه قياده فريق النادي الاهلي كان ليه تصريح شهير جدا، وقال ادوني الوقت والدعم وانا هوصلكم للمكان اللي انتوا عايزينه وللمستوى اللي انتوا عايزينه. بنسبه كام في الميه هو شايف ان الاهلي وصل للي هو بيطمح ليه مع الفريق كم من ناحيه المستوى تحديدا؟ Football is not an easy thing to do. If you look at the success of Jurgen Klopp, he's already 5 years at Liverpool. Pep is already 4 years at Manchester City. You need time. If big coaches like those need time, we need time also. And it's very difficult to do things. I'm only 4 months here, 4 to 5 months. So we can't talk about time because I'm only 5 months here. And hopefully with time, I can help the team to come to a different level. I have the support from the management. I have the support from the staff. I have the support from the board, and I have support from Captain Bibo. I'm not complaining, but for the team to be where it was, it takes time. You must remember, I come from a team where I was 8 years in the team, and only achieved one Champions League title. So we, for the last 7 years, we did not achieve the Champions League, and we got something. So we need time. We need to bring in other players to help us to, if you look at the tournament, we didn't score enough goals. So we need to recruit more players. We need to strengthen the team so that next year when you come back here, we have a much stronger attack, to be honest. And football is about scoring goals. And if you talk about Manchester City, you're talking about Raheem Sterling, you're talking about Aguero, you're talking about all those players, De Bruyne. So they are the ones who make the decisions to win the game. So we don't have at the moment. هو اتكلم كتير بقى، هقول لك قال ايه ملخص اللي قاله. هو بيقول ان الكره القدم مش سهل انك تحقق نتائج بسرعه. بيقول انا يعني زي مدرب ليفربول كلوب ومدرب مانشستر سيتي، كل المدربين مع ليفربول بقى له 5 سنين، ومع مانشستر سيتي مدرب بقى له 4 سنوات، فتبقى تشوف الاتشيفمنت بتاعه، تبقى تشوف اللي هو وصل التارجت بتاعه، الاهداف بدا يوصل لها. هو بيقول بقى له 4 أو 5 شهور بس، فصعب جدا يكون حقق حاجه. هو جاي من فرقه سان داونز في افريقيا كان معاها 8 سنين، وفي خلال 8 سنين حقق اللقب الافريقي مره واحده. هو هنا بقى له حوالي من 4 لـ 5 شهور، مع ذلك نجح يحقق لقب افريقيا اللي هو غايب عن النادي بقى له 7 سنوات. وبيقول هو ما بينكرش ان عنده دعم الجهاز الفني ودعم الاداره ودعم اللاعبين، دعم كل الجهات في النادي، كل وخاصه الكابتن بيبو، تحديدا كابتن بيبو دعمه دائم ليه. بس هو محتاج وقت عشان يظهر، ومحتاج طبعا دعم لبعض اللاعبين الصفوف. بيقول لك انا لازم يكون في لعيبه برضو تقوي الفريق، او يعني بيقول زي اجويرو، زي لعيبه في الانديه الكبيره بيبقى ليها الكلمه في احراز الاهداف، خاصه ان احنا ما احرزناش اهداف في كاس العالم اللي احنا شاركنا فيه برغم المركز الثالث. فاحنا ينقصنا لاعبين هدف واحد، ما هدفش اهداف كتيره. فبيقول ينقصنا ان حد يقدر يخلص قدام الجون ويقدر يكون ليه فعاليه هجوميه اكتر، فمحتاجين دعم بعض اللاعبين، ومحتاجين الوقت عشان يقدر يشتغل ويحقق البلان اللي هو عايزه. كلام اكيد واضح ومهم جدا مستر بيتسو موسيماني. انا مش عايز اطول عليه، لكن جمهور الاهلي كان بيهتف امبارح ان بيطلب بالعشره، وبيطلب ببطولتي السوبر المصري والافريقي. هتشتغل ازاي وهتستعد ازاي على اللي جاي، وبالتحديد دوري ابطال افريقيا، وهو عارف ان هي البطوله الاغلى، احنا حاملين اللقب، ازاي هيتم الدفاع عن البطوله دي، خصوصا ان اول مباراه خلاص كمان كام يوم، 4 5 ايام مع المريخ السوداني. Yeah, we want to come back to the World Cup. And the route to the World Cup is you win the Champions League. So that's our vision, that's our impression. We have won it last year. It was difficult the last match against Zamalek. It was difficult against Sundowns also. So it's life, it's our life. We will have to defend the title
We start next this week with Merrick. We don't have enough time to rest. We celebrated last night. It's finished. Today, this morning, we are back home. It's a different chapter. We forgot about it. We have to move on, but we should not also forget the good things we have done in the World Cup. So we need to take the good things that happened in the World Cup and bring them forward. بيقول لحضرتك احنا طبعا طموحنا ان نيجي كاس العالم للانديه مره ثانيه، وعشان نيجي كاس العالم للانديه مره ثانيه لازم نكسب اللقب العاشر اللي حضرتك بتتكلم عنه بطوله افريقيا. بيقول احنا امبارح احتفلنا وطبعا مفيش وقت ضيق، فقلبنا صفحه البطوله من امبارح النهارده راجعين القاهره وابتدي استعداد لبطوله جديده اللي هو اول ماتش في خلال كام يوم للمريخ. وطبعا الموضوع مش هيبقى سهل، محتاج شغل، محتاج تركيز الفتره الجايه علشان نحقق اهدافنا ونرجع تاني كاس العالم، نحقق اللقب العاشر. ببارك له مره ثانيه. بس قال طبعا في الماتشات البطوله اللي فاتت كسبناها التاسعه كانتش سهله، كانت صعبه، كان في ماتش الزمالك كان صعب الفاينل وماتش سان داونز، فهو عارف ان في ماتشات صعبه بتنتظره وبيأهل لعيبه لده. ببارك له مره ثانيه وبتمنى له التوفيق دايما وكلنا في ظهره وبنسنده وبندعمه. Thank you very much. I've been having the support and there's no problem and I'm happy to have the support from everybody. You know, it has been good and inshallah we defend the cup and inshallah we come back to the World Cup. بشكرك وبيقول عنده دعم كافي وسعيد بدعمكم وان شاء الله هنحافظ على اللقب الافريقي ونرجع تاني كاس العالم للانديه.